أكيد اليوم موضوعنا بـ Eat Smart له علاقة بالصوم. بونجور جندا. بونجور سينا. صوم مبارك. صوم مبارك لإلك ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا، اللي اليوم بلش هالشهر المبارك اللي هو بده يكون ممزوج بالصيام، الصيام اللي هو تهذيب الجسم مثل ما قلنا، تهذيب العقل، بده يكون ممزوج طبعا بالصلاة والعطاء. واهم شيء يكون صوم صحي. اكيد 100%. مش هذا موضوعنا اليوم؟ نحن بهذا اللي بدنا نحكي. قبل ما نبلش حديثنا خلينا نذكر بمسابقه بيرلايت بعدها ماشي على فيسبوك. اكيد ما لهم غير المشاهدين يفوتوا على صفحتنا، بتفوتوا على الكومبيتيشن تبع بيرلايت، بتحطوا جوابكم، وبكره الثلاثاء رح نعطي الجواب الصحيح واسم الرابح او رابحين او رابح واحد. رابح واحد، رابح او رابحه، بس هو بياخذ الهديه بتكون اكل لمده يوم، لبنت يومين مضبوط من مطابخ بيرلايت. والسؤال هو اي في كالسيوم اكثر، هل هو الحبق او الزعتر الناشف؟ وهلا بسياق حديثنا رح نشوف انه فاذا كالسيوم هو موجود بالمواد النباتيه كمان والاشياء اللي هي الورق الاخضر. فاذا اي في كالسيوم اكثر، هل هو بالحبق الناشف او الزعتر؟ طبعا المشاهدين مثل ما قلت تينا عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي رندا دنيا فهد او بيرلايت هيلث سنتر. بعد معكم مجال لبكره، لانه بكره بدنا نغير السؤال. أكيد. شو خبريتنا؟ خبريتنا اليوم تينا انه هلا صار في تاكيد انه الاولاد اللي هن بنطلع على مؤشر السمنه عندنا، مؤشر السمنه عند الاولاد كثير له علاقه بمؤشر السمنه عند الاهل، فهن مثل كانه بيورثوا بين 40 ل 50%. فاذا ورثانين انه يكونوا هن اوبيز، هيدي ورثه بنسبه 40 ل 50%، وبالحقيقه هالورثه بتكون 20% من مائدة الام و20% من مائدة الاب. حلو، ما فينا نحط اللوم على حدا. لا لا ابدا، لا لا ابدا، دائما في مساواة هون. هلا ولكن حتى ولد نكون نحن شفناه اوبيز وعم عنده هالاستعداد وعم ينصح، اوكي عندنا نص مثل ما شفتي، هالنص جاي من وراء الاهل. لانه هن جينيا عرضوا الولد انه يكون في عنده مشكله النصاحه، ولكن النص الثاني وينه؟ شو بنعمل فيه؟ شو بنعمل فيه؟ نص تاني هو اللي بيهمله؟ ابدا. اللي نحن بدنا نكون عم نشتغل عليه، نحن بدنا نحطه ببيئه مضبوطه، نحن هون التعليم والتهذيب بالاكل لازم يكون مش بس للولد، بده يبلش من عند الاهل. بس هذا النص التاني قد ما نشتغل عليه ونعمل مجهود، قد ايه بيوطي من النسبه الاولى؟ النتيجة في يوصل لوزن مثالي. اكيد في يوصل مزبوط، ولكن هو المعاناه تبعه رح تكون اصعب من شخص أكيد. هو بده يعمل مجهود اكثر من ولد ثاني يعني. 100%. ولكن وقت عم نحكي عن الاولاد كثير بحب ركز انه المجهود هو ببلش عند الاهل. نعم. يعني مثلا وقت نقول نحن انه الاهل كان عندهم او عندهم مشكله النصاحه او النصاحه المفرطه، بالفعل تينا رح احكي هلا خلصت، يعني دجاج عندهم عادات سيئه بالاكل. مزبوط، وهون بدي احكي من ورا خبره، شيل هالدراسه على جنب، خلصت ورا خبره. وقتها تيجي الام عندها ولد عمره 5 سنين مثلا، عم تبعث له على المدرسه 2 ساندويش فرنجي، مروقته ساندويش ثالث الصبح، ومش عارفة إنه هيدي كمية كتير كبيرة لولد بهيدا العمر. فهي عم تعوده إنه عم يأكل أكتر وأكتر، لأنه بالنسبة إلها هيدا هو اللي هي معودة تأكله، هالكمية اللي هي بتشوفها. أما وقتها تشوف إنه اليوم أنا بدي ضلني عم بطبخ لهم الحلو لأنه أنا بحب أطبخ حلو، وهن بحبوا يكونوا عم يأكلوا، ويكون هيدا شيء موجود على طول بالبيت، وما عنا فكرة على قديش الكمية اللي الولد بده يأكلها، يعني موجود قلب الجاتو فينا نعمله اليوم بيخلص بكرة. إذا هون كمان العوايد بدها تكون عم تتغير، والتغيير بده يكون بلشوا بالأهل لنكملوا عند الأولاد. حلو، يعني هون توعي أكثر للأهل من قبل الولد. 100%. موضوعنا اليوم لكن عن الصوم الصحي. هلا نعرف إنه بالصيام أشخاص بتصوم على أشياء مختلفة، نحن شو عم نركز أكثر شيء اليوم؟ تركيزنا كنباتي، اليوم تركيزنا الأكل النباتي 100% بيكون نباتي. هلا وقتها أرجع أحكي عن أكل نباتي، يعني مش عم ناكل هون الدجاج اللحمة والسمك، مش عم نتناول أبداً
الحليب ومشتقاته حليب لبن لبنه، فاذا ولا البيض ولا البيض ولا البيض، فاذا هون عم يكون نباتي بامتياز اللي هو بنقول له الفيجن دايت. فيجن. هلا قبل ما بلش هون بس هيك تنويه صغير انه الاشخاص اللي هن مثل ما سمعنا هلا سياده مطران عم بيقول عم يصوموا للظهر يعني من المساء للظهر، هلا هيدي ما لنا اشكال ابدا. الاشخاص اللي بيقولوا لي بس انت بتقولي الترويقه كثير كثير مهمه، بعد الترويقه كثير مهمه، بس نحن بدل ما تروقنا الساعه 6 او 7 لما بنتروق الساعه 12. فاول نصيحه لألون هو الساعه 12 ما تتغدوا، الساعه 12 خذوا سخن وجبه ترويقه. مزبوط، ناخذ سخن والوجبه صغيره ونرجع بعدين يمكن هو تنتين يمكن الساعه 4. لانه الجسم لسببين، اول سبب انه نحن بدنا الصيام نكسر الصيام، ودائما كسر الصيام بده يكون بكميه اكل قليله بشرب اخف شرب وجبه غدا يعني. مزبوط، فبدها تكون وجبه خفيفه ليكون الجسم عم يهضمها، تعود انه رجعنا فوتنا له عاده اليوم انه انت بدك تبلش تهضم لنرجع بعدين نتغدى. والشغله الثانيه اذا نحن تغدينا الساعه 12 وبالفعل نحن بالعاده قلنا بالعاده نتغدى الساعه 3 او 4، صار نهارنا كثير طويل لليل، فبصير واحد ضايع يزيدوا وجباته. مزبوط، شو بده او شو بده يعمل، او يمكن يتغدى مرتين. فخلص على 12 ونص نعمل او 12 نعمل الترويقه ونرجع نتغدى في احلى منا ترويقه بعد ساعتين ثلاثه اطيب شيء بالدنيا الترويقه. فهيدي شغله خلصت هون. هلا الشغله الثانيه، طب نحن وقت نصوم هالصيام الصيام الاربعيني بلا ما ناكل كل مشتقات الحيوان، شو معقول يكون عم ينقص جسمنا؟ اللي بنفكر فيه هو يمكن ينقص جسمنا الكالسيوم، يمكن البروتين، الحديد، البي 12، وبننتبه باكلنا انه نكون عم نفوت ماكولات تحتوي الاوميجا 3 خصوصا اذا نحن ما عم ناكل سمك. هلا اول شغله بدي بلشها هي بالكالسيوم. فإذا نحن مصادر الكالسيوم عندنا بطلت الحليب ومشتقاته، صار عندي مصدر الكالسيوم هو السمسم. وكثير بحب ذكر انه السمسم مصدر كثير مهم للكالسيوم، فنحن بالحمص بالطحينه بالبابا غنوش بالتراتور اللي بدنا ناكله بنجيب كرافس بنجيب بنكون عم نقص خضره مقطعه خضره بنحطها على النار وبنحط ملعقتين تراتور عليها، كمان بتطلع من الاكلات اللي هي كثير طيبه، فينا المساء نكون عم نلفها بقبعه الخبز تبعولنا. السمسم غني بالكالسيوم اكثر من غير خضار، اكثر من غير خضار مزبوط. هو بالمرحله الاولى وبيوازي وقت نكون عم ناخذ شيا سيد، شيا سيد كمان حلو. من هي البذور اللي هي بتحتوي كثير على الكالسيوم. هلا لروح على الخضره، بالخضره مثلا عندنا البروكولي بتحتوي كثير على الكالسيوم. وعندنا الخضره الخضره مثل ما بنعرف، مش هيك بالصيام بنلتجي للهندبه كثير مثلا، اما بنلتجي للسلق 100%، ولكن كمان عندي البيتروت اللي هي عندنا شمندر الاخضر، يعني العنق الاخضر تبع الشمندر بيحتوي على كثير كالسيوم، فبليز بذكركم ما تكبوا تكونوا عم تاكلوا مع الخبزه والزيتون ما في اطيب منه. نايس، اكيد بده يكونوا طازه بعدهم 100%. فهون فوتنا الكالسيوم نحن باكلنا. خلينا ننتقل لنشوف وين معقول نحن نلاقي بروتينات. البروتينات اذا وقفنا اللحمه والدجاج مزبوط يمكن ينقص البروتين. هلا البروتين شغله موجوده بكل البقوليات، فاذا وقت احكي على الفاصوليا، فاصوليا الحمراء البيضاء السوداء، وقت احكي على الحمص في بروتين، وقت احكي على الكينوا، الكينوا هي من الحبوب اللي بتحتوي على بروتينات كامله، فهون كله عم نكون عم ناخذ نحن البروتينات. البروتينات كمان هي موجوده بدي اذكر كمان موجوده بالهمب سيد، فاذا عندنا بذور بذور اللي بنقول لها الهمب، اما بتعرفي شو الهمب سيد؟ الهمب سيد الانبوز بنقوله، هول بيحتوي على كميه عاليه من البروتينات، وكمان نحن فينا نزيدهم على الاكل. طبعا المكسرات بتحتوي بروتينات، فهي كمان مصدر نحن نكون عم ناكله. مثلا بحب اذكر باكله اللي هي البطاطا، فينا نعمل بطاطا ونكون جايبين جوز مع بصل وسماء ونكون عم نعمل سفلي بطاطا بقلبها بدل ما يكون لحمه، بتجنن. يكون في الجوز اللي هو عم يعطي اضافه بالبروتينات اكيد. هلا هيدي البطاطا كبة البطاطا اذا حطينا لها كينوا يعني حطينا لها بروتين كامل، اذا حطينا لها برغل، البرغل يحتوي على البروتينات او الامينو اسيدز ولكن منا كامله، بس اذا مزجناها مع ماكولات ثانيه بكون عم ناخذ البروتينات. في مشكله رندا، في كثير ناس بتذمروا من هالشغله خاصه فتره الصيام لانه بيلتجئوا للاكلات الزيت، انه بيزيد الخبز
تاني شو الحل هون؟ هلا نحن هون بدنا نكون عم نعرف حالنا قد عم ناكل نشويات. اكيد كل الاشخاص اللي بيجوا لعندي هيدي شغله حافظينها، صاروا معلمتهم على كميه النشويات. فنحن الظهر مثلا لنقول اللي بياكل لوبيا بلحمه مع رز بالاجمال، انت قديش بتحط الرز؟ بتحط الرز تقريبا كوب من الرز، هيدي شبعت الانسان. عم نحكي انسان العادي. هلا هيدا الكوب الرز هو من قد رغيف الخبز الصغير القمحه الكامله. أوكي. فمش غلط انه ساعتها انا اكل اللوبيا واكلها برغيف خبز اللي هي اجى محل الرزات. فاذا ما خاف اني انا على الترويقه اخذت ابعد خبز على الغداء ابعى، لنقول اذا ما قلنا رغيف، وعلى العشاء ابعى. بالعكس هيدي كميه ابدا منا كبيره وفينا ناكلها برياحه. هلا بيرجع الخوف كان من نعود لايام زمان، لوقتها كانوا يصوموا كان في كثير تركيز على المعجنات، كان في تركيز على الخبز الابيض اللي هو بيحتوي كثير سكاكر وبيفتح القبليه. حكينا كيف السكر تفتح القبليه وبتطلب انسولين قبل، فهون رح تطلب اكثر واكثر. فالاتجاه للخبز القمحه الكامله، في ناس بحبوا ياخذوا خبز الشوفان كمان منه غلط، هو من الحلول اللي هي بدنا اياها. هلا فهون كمان حبيت احكي انه الحديد ما بدنا ينقصنا الحديد، وهالمره الحديد نحن ما اخذينه من مصدر حيواني، هو من مصدر نباتي. فدائما انا عم باكل مأكولات كثير مهم استعمل الفيتامين سي، يعني الحامض بقلبها، او قصقص بندوره معها، مشان هيك بيجي الفتوش والتبوله بيكونوا مسيطرين على مأكولات الصياميه حتى يكون مجهم عم يؤدي الى امتصاص الحديد. هلا اليوم كنت حاطه تقريبا شي 50 اكله اقول لكم اياها examples. بدنا نقعد ساعة، ما هو يا ريت ساعة بس، ولكن يمكن نضطر نقولهم بكره هول حتى يكون، رح نكون سوا بكره انا وياك. فيري جود، لانه الاشخاص بيقولوا لي ما عندنا افكار لشو بدنا ناكل. اعطينا افكار. وبالفعل في كثير كثير افكار، اشياء تكون مغذية فيها كامل عظيم. الغذاء بهالوقت. بكره رجعوا تابعونا بنفس الوقت، رح كون انا ورندا سوا بايت سمارت. اما هلا رح ناخذ بريك ومن كافي لايف.